مزيد حول الأسواق العالمية انضم إلي مباشرة من عمان رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي ماركت. رائد أهلا بك. دعنا نبدأ بالدولار إندكس، وهل نتوقع أن نرى المزيد من الارتفاعات على هذه العملة؟ بالطبع يعني الدولار الأمريكي يتلقى الدعم ولا يزال يستمر بالارتفاع بالاتجاه الصاعد نتيجة ضعف العملات الأخرى حقيقة في المقام الأول، وثانيا نتيجة ازدياد التكهنات بأن يكون هناك يعني نوع من الشدة في رفع أسعار الفائدة وعدد مرات الرفع الأكثر خلال التعاملات هذا العام. بالتالي الأسواق لا تزال تسعر عد مرة إضافية للرفع، يعني بالتالي مجموع 4 مرات للرفع خلال هذا العام. أما الفيدرال الأمريكي لا يزال متمسك ب3 مرات. بالتالي هذه الإيجابية مستمدة من الأسواق، من أن ضرورة استيعاب التضخم المتزايد وعدم خروجه عن السيطرة هذا أولا، وثانيا الاحتواء التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يستوجب رفع أسعار الفائدة، وفي المقابل كمان عندنا أيضا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، كلها عوامل تدعم قوة الدولار الأمريكي الاتجاه الصاعد في الفترة الحالية. وعلى الجانب الآخر ضعف اليورو في بعض التصريحات التي صدرت من صناع سياسة في النقدية في المركزي الأوروبي فيما يتعلق ببعد إمكانية رفع أسعار الفائدة في من المركزي الأوروبي، وبالتالي التايم لاين أو سكادجول الخاص فيها الجدول الزمني بعيد نسبيا أن يبدأ بتشديد السياسة النقدية خصوصا بعد انتهاء برنامج التيسير النقدي الأوروبي. رائد خلينا اليوم نتحدث بشكل استثماري، احنا ما بنعطي نصائح استثمارية على الهواء، ولكن خلينا نحطها بهالنطاق انه لو عندنا مثلا 10,000 دولار اين سوف تستثمرها ولماذا؟ احنا دائما بنشوف البوتنشل لما بيكون اي عملة او سهم في مستويات متدنية بيحاول يكون قاع على اساس انه يمكن يرتفع، وبالتالي كيف تقدر تستخدم هالمبلغ بالاستثمارات بالإكويتي ماركت؟ حقيقة يعني نبحث دائما عن الاستثمارات التي فيها مخاطرة ولكن فيها عائد أكبر. الآن هو في عندنا نوع من الشهية للمخاطرة في الأسواق إجمالا، وبالتالي ممكن أن نتجه إجمالا إلى الأدوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة، ونتحدث هنا سواء كان بما يتعلق بأسواق الأسهم وكذلك أيضا في تعاملات الأسواق المالية العالمية أو الفيكس ماركت، أيضا فرصة ممتازة للتداول في الأسواق نتيجة وجود التذبذب الموجود حاليا في السوق. طالما في عندي volatility وتذبذب ومستويات يعني خلينا نقول نطاق للتحرك في الأسواق، بالتالي عندي فرص بيع وشراء جيدة جدا في السوق، وبالتالي يمكن أن نوظف نوع من الاستثمار ذو المخاطر المرتفعة في الوقت الحالي لاستغلال الفترة الحالية. طبعا في مثل هذه الاستثمارات يجب أن تكون كفائض نوعا ما واستثمار جانبي لجانب الاستثمارات الأصلية التي تكون تمتلكها، ولكن هذا الاستثمار حاليا فرصة مناسبة جدا في الوقت الحالي للاستثمار في العوائد أو الأدوات الاستثمارية ذات العوائد المرتفعة. ونتحدث هنا عن ذات المخاطر المرتفعة، ممكن أن تكون التجارة الهامشية المارجن تريدينج أو فيما يتعلق بتداول الأسهم في الفترة الحالية. هل تستثمر بالمعادن في هذا الوقت؟ ذهب، نحاس، فضة؟ حقيقة الذهب حاليا يتعرض لبعض الضغط بالاتجاه الهابط، ممكن أن نتمهل بعض الشيء في الدخول في مراكز شراء بالنسبة للذهب نتيجة أنه في عندي إمكانية الضغط بالاتجاه الهابط بنتيجة قوة الدولار الأمريكي وصعود الأدوات الاستثمارية ذات العائد المرتفع ووجود شهية المخاطرة، بالتالي كملاذ آمن تفقد جاذبيته بعض الشيء الذهب ممكن يضغط عليه بالاتجاه الهابط. لكن مستويات 1295 إلى 1280 راح تكون مستويات مناسبة جدا لشراء الذهب على المدى الطويل والمدى المتوسط. نعم. في الفترة الحالية. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي ماركت، شكرا جزيلا لك.